السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم طاجين جد سريع بجلبانه والبيض والكفته. ويلا خليكم مع بقيه الفيديو بلا ما نطول عليكم. هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه درتها في الطاجين هي البصله، درت فيها شويه زيت العود وخليتها باش طاح شويه. وهنايا حطيت عليها جلبانه وغادي نشوح البصله مع الجلبانه وغادي نسد عليهم الطاجين ونخليهم شويه. هنايا من بعد ما دازت جوج دقائق كيف ما كتشوفوا هنايا دابا غادي نبدا نزيد عليها المكونات، قزبر والثومه والعطريه. بالنسبه للعطريه غادي ندير الخرقوم والسكنجبير وفلفل اسود والكمون والقزبر يابس والملح حسب الذوق. ونخلطوا جميع المكونات مع بعضياتهم تيندمجوا. صافي ونزيدوا شويه الماء ونسدوا ونخليوه يطيب. وهنايا بالنسبه للكفته حتى هي غادي ندير فيها العطريه والثومه والقزبر. هنايا درت كويرات وصافي. هنايا من بعد ما طابت الجلبانه تقريبا صافي دابا غنبدا نحط عليها في الكفته. هاد الطاجين باش كيعجبني كيجي لذيذ بزاف وسريع دغيا دغيا كيوجد دقائق معدوده. صافي هنايا الكفته تقريبا بدات كطيب، قلبتها للجهه الاخرى. ودابا غادي نزيد البيض. بالنسبه للبيض غادي ندير فيه غير شويه الملحه وشويه الفلفل الاسود. ودابا غادي نضيف البيض كامل في جميع الجوانب في الوسط، ما تخليو حتى شي بلاصه ما فيهاش البيض باش يجي الطاجين كامل فيه. وغطيته وخليته شويه. هنايا كيف ما كتشوفوا هنا دغيا طاب، خليته على نار مهيله. وطريقه تزيين انا زينته هنايا بهالطريقه هذه، زينته بالجبن وبالقزبر. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم على المتابعة. مع السلامة، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.